مجددا نرحب فيكم في فقرات دنيا دنيا. اليوم يمكن عم نركز اكثر على علينا كشعب، علينا كمواطنين وعلى افراد، ومنسلط الضوء اكثر على الناس اللي بيحاولوا ياكدوا انه نحن شعب يستحق الحياه وشعب نستحق فرص افضل للحياه. اليوم رح ندردش مع مجموعه من الشباب اسسوا نادي، هذا النادي مش موجود على الارض، موجود على صفحات الفيسبوك، نادي صوت الشعب او كما سموه فوكس بوبولي باللغه اللاتينيه صوت الشعب. هذول الشباب كان هدفهم بالاساس هو محاوله التحاور، وبدل من الخلافات ان نجد نقاط التشارك واللي بتجمعنا على نقاط معينة، على قضايا تهم الوطن، على مواضيع سياسية اجتماعية فنية ثقافية بغض النظر. اسمحوا لي أرحب بضيوفي من نادي صوت الشعب، نادي الفيسبوك اللي يعني لكم تقريبا 7 أشهر مؤسسينه، سند نوار وحسام أبو حمدة وسالم الحمارني. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا أول شيء بدي أبلش يعني بسؤال، اللي بحب يجاوب يجاوب، بس سؤالي أنه كيف بدأت الفكرة؟ من وين ولماذا؟ هلأ الفكرة بلشت يعني كشباب، نحن أول شيء حسينا أنه عم بيصير في تطرف أكثر بالآراء، يعني بتلاقي الشاب قاعد عم بيتمسك بآرائه وعم بيصير يتطرف بالآراء. فالفكرة طلعت كانت إحنا كنا مجموعة صغيرة، أنه قلنا شو رأيكم بصير نعمل هيك جلسات إحنا شهرية بيناتنا قبل ما يكون أنه إشي كبير. فالهدف انه يجمع انه مثلا شباب بمختلف الايديولوجيات والافكار والتوجهات سواء السياسيه او القضايا الاجتماعيه ارائهم، ونجتمع ونقعد نعمل قعدات شهريه لناقش قضيه معينه بنحددها نحن قبل بوقت. لطيف جدا. يعني بالاساس كان شغلكم موضوع معين او قضيه معينه، فتحتوها يعني عملتوا زي صفحه حتى تناقشوا هذا الموضوع. هي جروب كلوزد جروب على الفيسبوك. واحنا اعطيناكم اللينك كمان يعني اذا بتقدروا تطلعوا، طبعا هو مفتوح لاي حدا بيقدر ينضم له يعني اكيد. طيب هلا المثير يعني انا يمكن بتوجه بسؤالي لحسام. حسام، يعني القضايا اللي اثرتوها هي قضايا بالاساس بتهمكم انتم كشباب ولا هي بتهم المجتمع الاردني بشكل عام؟ هو احنا الشباب جزء من هذا المجتمع الاردني، احنا تركيزنا الاكبر هو على ما يهم المجتمع الاردني من قضايا من وجهه نظر الشباب، لانه في مساله في المجتمع ومش بس بالاردن، في كل العالم، انه الشباب غالبا هم متلقين للمعلومة وحتى للرأي. يعني غالبا الشباب بسمع رأي النخب السياسية والثقافية وبختار واحد من هذه الآراء، ما بكون عنده رأي هو مسبق. فالفكرة من النادي كانت انه لا، احنا في قضايا تهم المجتمع الأردني وبدنا نحاول انه كل شاب أردني موجود معانا في الجروب انه يكون له هو رأيه وهو يصنع الرأي، مش هو يكون مجرد متلقي للآراء والأفكار ويكون مجرد شخص ضايع بين الآراء. فالفكرة انه لما نجتمع مع بعض ونتناقش ونتحاور، اول شيء نتقبل الاختلاف الآراء، ثاني شيء بصير كل شاب منا عنده قدرة على يعني مرة مع مرة مع التدريب بصير انا إلي رأيي الخاص المستقل، عن مع كل الاحترام للجميع طبعا على النخب السياسية والثقافية وحتى كتاب الرأي في الصحف وفي الجرائد وحتى على الإعلام المرئي والمسموع. فأنا ساعتها أنا حسام بصير إلي رأيي في موضوع، مثلا شو رأي حسام في المواصلات، بدل ما أنا أروح أقرأ وأسمع أول إشي وأختار واحد من هذه الآراء، أنا بحاول أقدم حلول لأني أنا عايش المشكلة أصلا. يعني هي القضية مش قضية إملاءات، عادة دائما في تعامل مع الشباب زي ما انت حكيت كنوع انه يملى على الشباب الأفكار والقرارات وما إلى ذلك. انتوا أخذتوا المبادرة بحيث يكون في لكم دور في صناعة القرار، في قراءة الأحداث، في تشخيص هاي الأحداث، وخصوصا انه 70% عمليا من المجتمع شباب. يعني هلا بس إذا بدنا نحكي صناعة قرار صرنا احنا بدنا ندخل في العمل، لا صناعة السياسي. القرار الرأي، صناعة رأي بالضبط، صناعة الرأي على الأقل. يعني واللي هي كمان فكرة رشيد، يعني مثلا يعني يعني احنا من الاعضاء الهيئه التاسيسيه، وفي كمان ثلاثه معنا، محمد عبد الوهاب وانس ابو خلف ورام النمري، كل واحد عنده ايديولوجيه وفكر معين. يعني احنا كلنا ما بنشترك بافكارنا، يعني مثلا بتلاقي معنا الاسلامي، بتلاقي معنا الشيوعي، بتلاقي معنا الليبرالي، بتلاقي معنا العلماني، كل واحد عنده الايديولوجيه تاعته، ولكن احنا بنتشاطر بافكارنا، منها انه احنا بنتعلم نسمع لبعض ويصير في لغه حوار، واسمع الراي المخالف لرايي اتقبله
وافهمه، بس مش شرط اتفق معاه يعني بالاخير. بس انه هي الفكره انه احنا نعرف نتحاور ونعرف هذا، وبصير في نفس الوقت توعيه يعني. طيب انت تنظر من الجهه الثانيه فعلا. سند انت عم تحكي عن مشكله، يعني حابب يمكن اطرح هذا الموضوع على سالم يعني هون، يعني عم تحكي عن مشكله لها علاقه بانه احنا دائما في بالفتره الاخيره صار في نوع من فكر اقصائي يعني هيك منتشر بين الناس، كل واحد متمترس حول افكاره حول معتقداته، ما عنده استعداد يتقبل الاخر. الان احنا مطلوب اعاده هذا الحوار المتمدن الحضاري بين بعضنا، ونحترم اراء بعضنا بغض النظر، خصوصا لما يكون هدفنا هدف سامي، هدف له علاقه بالوطن. سالم، انت لم تختار ان تغادر البلد، يعني حكيت لي تحت الهواء انه يا اخي انا اردني، انا ابن هذا البلد، هذا بلدي، انا ما بدي اروح على سويسرا ولا بدي اروح على اي مكان اخر، انا بدي اصنع سويسرا هنا في بلدي. احكي لي عن هاي الفكره هيك بشكل اوضح. في مقولة لفيلسوف سابقة تحكي أنه سبب شقاء الإنسان هو عدم معرفة مكوثه في بيته. وأول آخر يعني البيت الصغير اللي هو أسرتي والبيت الكبير اللي هو الوطن الأردن اللي بيجمع الكل. وتعقيب على اللي حكوه الشباب أنه من جماليات الأردن وأنه عندنا الفشيفساء. هلا كل واحد فينا بيمثل حجر هاي الفشيفساء، أي واحد بنظر له لحاله كحجر هو حجر له لون معين، بس ما يعني ما له أي صبغة فنية أو جمالية، بس لو تجمعت أحجار فشيفساء مع بعضها بطلع أحلى لوحة. فإحنا في هذا التجمع كل واحد بحافظ على هويته، بحافظ على شكله، خلينا نسميه الحجر الثابت اللي بيكون موجود، بس بيلتقي مع الآخرين في هاي اللوحة اللي هي بتشكل شباب المجتمع اللي إحنا بنطمح إنه زي ما حكيت أنت إنه مش مغادرين هذا البلد، إحنا ضايلين فيها. هلا سبب تقدم باقي الدول حسب ما إحنا استنتجنا أو حسب ما بحثنا بالموضوع إنه هم دائما بيشوفوا بلدهم أحسن بلد بالعالم. طب ليش ما تصير الأردن أحسن بلد بالعالم؟ يعني تيجي على أمريكا بيقول لك أمريكا أحسن بلد بالعالم، طب ليش الأردني بيحكي أمريكا أحسن بلد بالعالم؟ ليش الأردني بيحكي أوروبا أحسن من الأردن؟ ليش ما يحكي إنه هاي بلدي أحسن بلد بالعالم وأنا بدي أخليها تصير أحسن بلد بالعالم؟ وفي شغلة ثانية كمان مهمة، يعني زي ما حكى حسام إنه الشأن الداخلي، للأسف إنه شبابنا قاعدين بتوجهوا إنه بسمي حاله مثقف إذا هو بيعرف السياسات الخارجية للدول. طب قبل ما تعرف أسماء رؤساء أمريكا أو أسباب نشوء وانهيار الاتحاد السوفيتي، اعرف قانون الدخل بالأردن، اعرف قانون الضريبة، اعرف تعليم لوين رايح، المواصلات شو التحديثات على شبكة المواصلات. فأنت ابحث عن الأسباب الحقيقية مثلاً وراء العنف الجامعي مثلاً. مزبوط، العنف وهذا الجامعي واحد من المواضيع اللي أنتوا تطرقتوا له. أنا بس بدي أحط بصورة المشاهدين اللي عم بيشوفونا أنه الحقيقة الشباب بنظموا تقريباً كل شهر بنظموا جلسة، يعني هو على عالم الافتراض يتم تنظيم هذا اللقاء، لكن اللقاء يتم بشكل واقعي في مكان ما دائماً بتخصصوه. وبالمناسبة عندهم شروط جداً صارمة فيما يتعلق بحتى الدخول على صفحتهم على الفيسبوك أو حتى في اللقاء، يعني الاحترام الآخر مهما كان الرأي، في اختلاف بالرأي طبعاً الرأي يعني قد ما يكون مخالف ما في مشكلة، بس طبعاً ما يكون مثلاً بشجع على كراهية أو بشجع على عنف أو على عنصرية أو من هذا الكلام. أنت رأيك بالعكس أنا بحترمه، بس مش شرط أتفق معه، ولكن هذا رأيك ولك الأحق أنك تحكي رأيك بغض النظر. أنا بدي أركز على موضوع العنف الجامعي، لأنه أنتوا كان عندكم كتير نقاش مطول بهذا الموضوع، ويمكن طلعتوا بنوع من القراءات نوعا ما دقيقة، حتى يعني قدمتوا حلول من أنتوا شباب. يعني أنا برضو بدي أحكي للمشاهدين أنه أنتوا خريجي جامعات، سند مهندس مياه وبيئة، أنا محامي بالقانون، وسالم مهندس صناعي من الجامعة الألمانية، مهندس صناعي. يعني أنتوا إلى جانب كمان عملكم في الحياة كمان انتم في عندكم هذا النشاط السياسي. نرجع لموضوع العنف الجامعي. هلا احنا الجلسة صارت بعد كان في اكثر من حدث، احنا الحمد لله صار في لنا فترة غايبة تقريبا احداث العنف الجامعي من شهر او شهرين غايبة، الحمد لله ما في احداث، بس كان في اكثر من حدث صاروا بنفس الشهر تقريبا. فاحنا عقدنا جلسة لمناقشة اسباب العنف الجامعي. طبعا الجلسة كانت هي عبارة عن جلسة عصف ذهني، تناولنا فيها أسس القبول الجامعي، تناولنا فيها حيثيات المجتمع الأردني وخصوصيته، منها العشائرية، منها التعصب العشائري أو الجهوي أو حتى الحزبي في بعض الجامعات. حكينا عن حلول قد تكون صوتنا إحنا يعني ليس مؤثر في صنع القرار، لكن هي حلول مقدمة من شباب عاشوا في داخل الحرم الجامعي في أكثر من جامعة. الحلول كانت منها موجهة لأكثر من جهة، يعني إشي موجه بالضبط للطلاب مثلا مجلس الطلبة، إشي لرؤساء الجامعات، كل الأطراف اللي بالجامعة يعني بالضبط.
هلا احنا من الـ يعني اذا بتحب انه ان نحكي عن التوصيات، كان في توصيات موجهه لمجلس الامه متعلقه ببعض التعديلات في اسس القبول الجامعي الموحد، وفي بعض التوصيات المتعلقه باسس ببرنامج الموازي. كان في ايضا بعض التوصيات المتعلقه الموجهه للجامعات او للجهات التي تراقب عمل الجامعات، منها مجلس التعليم العالي. منها كان من هاي الاقتراحات انشاء نوادي فعليه موجوده على ارض الواقع، مش نوادي جامعيه وهميه مسجله فقط لغايات انتخابية فقط. كان في اقتراحات إنشاء نوادي رياضية داخل الجامعات يقضي فيها الشباب اللي في الجامعة عنده الأصل إنه ما يكون عنده وقت فراغ. الطالب الجامعي الأصل إنه عنده محاضرات مثلا من 9 للـ4، في بيناتهم بريكات، مفروض هذا البريك يكون في إشغال للوقت، مش هو جالس فقط بدون فراغ مجرد. الفراغ المجرد لو كان في أي بيئة أخرى غير الجامعة راح يؤدي لوجود نفس المشكلات اللي بتصير في الجامعة. كان في توصيات أيضا متعلقة ب يعني بتخاطب المجتمع بثقافة مجتمعية بشكل عام. أنتوا كونكم قريبين من سيكولوجية الشباب الجامعي، يعني أنتوا ما لكم سنة متخرجين، يعني مش زمان متخرجين، فأنتوا فاهمين سيكولوجية الشباب وكيف التفكير. عم تطرقوا لكثير من المواضيع. مؤخرا كان عندكم مبادرة تحت عنوان دعني وشأني، هاشتاج دعني وشأني. هاي المبادرة طلعت هاي بهمني تنفهم لماذا كان هذا الموضوع. هلا اول شيء هاي المبادرة نحن يعني احنا بنحاول كنادي صوت الشعب كمان ما يشتغل لحاله، يعني مثلا اذا في مثلا يوم تطوعي مع الايتام مثلا، في مبادرات مهتمة بهذا الشيء وعندهم شغل كثير طويل يعني، فبروح بشتغل معهم يعني انه كل واحد يوقف مع الثاني. مثلا في ناس مثلا بالبيئة بنروح بنشتغل معهم. فدعني وشأني كانت هي طلعت احنا نادي صوت الشعب، بالاضافة في نادي كتاب اسمه نادي الف للقراءة، وبرضه نادي اسمه بوكلو للقراءة. فالفكره هي طلعت انه احنا الثلاثه النوادي الثلاثه مع بعض هي اللي عملت هاي الحمله. هي على الفيسبوك هاشتاج دعني اندرسكور وشأني. شو المقصود سند دعني وشأني؟ هلا الهدف منها هي انك انت ارفع الحريات الشخصيه لإلي، يعني انا مثلا دعني وشأني مثلا في طريقه لباسي، دعني وشأني في ارائي، دعني وشأني في معتقداتي. الهدف منه انه نقلل التطرف ونقلل مش انه احنا زي ما حكيت لك التطرف عم بيزيد قاعد وكل عم بيتمسك بارائه، ومش بس تطرف حتى في ظاهره يعني التنميط كمان سند اللي هي ستيريوتايبنج. يعني بتشوف مثلا صح. سند حكى كلمه معينه مباشره انت بتصنفه ضمن فئه معينه. هلا هذا التصنيف يعني بحد من حريتي انا في يعني انا ممكن ما يكون انا فعلا مش مخضع نفسي لتصنيف معين سواء فكري او حزبي او سياسي او ايش ما كان. فانا لما اتصرف تصرف انا خايف من التنميط المسبق، لانه احنا بنعاني في كل العالم مش بس في الاردن من الستيريوتايبنج مباشره. الانسان من طريقه لبسه، من طريقه كلامه، من شكله، انت بتحكم عليه او بتصنفه ضمن تيار معين. هلا تعطيه ليبل زي كده. تعطيه ليبل. هلا في كثيرنا خصوصا على السوشيال ميديا صار الموضوع مبالغ فيه. صحيح. بشوف فلان بكتب بالجهه المعينه مباشره، انا بحكي يعني انا واحد من الناس بكون قاعد مع جماعه، واحد بحكي لي انت شيوعي، واحد بحكي لي انت اسلامي، واحد بحكي لي انت ملحد، واحد بحكي لي انت يعني مش واضح. فهذا التنميط فعليا بأرق الشباب، لانه انا ما بدي انحسب فعليا على حسام. انا احنا نزلنا بالوقت لانه الحديث شيق، اخذنا بسرعه سريعا، بس انا عندي هيك سؤال سريع. انتم بلشتوا تقريبا ب 30 واحد سالم، هلا انتم قديش وصلتوا؟ وين طموحكم باقل من 30 ثانيه؟ هلا بس احنا صار في عنا على الجروب حوالي 140. شغلة مهمة انه احنا ما بهمنا العدد قد ما بهمنا الفكرة تصل، يعني اي واحد ممكن يكون صوت الشعب، مش شرط احنا نكون صوت الشعب. وصوت الشعب بطمح انه عمان ليست الأردن، هي عاصمة الأردن، عاصمتنا الحبيبة، بس هي مش كل الأردن. نطمح يكون في صوت شعب في مادبة، في الطفيلة، في العقبة، بالرمثة، بإربد، في كل الأردن، يعني يصير هو صوت الشعب الفعلي والتمثيل الحقيقي لكل الأردن. وموضوع كثير مهم زي اللي حكوه الشباب، انه في مشكلة ثانية بتواجه اللي هي الشخصنة، انه احنا لسه بننظر للموضوع انه من القائل، ما مندور على المقولة، ما منحاول نستوعب شو الفكرة من القول مباشرة، انه مجرد انه فلان حكاها اذا هو بيهدف الى واحد يعني مثلا ثلاثة. اذا سند كتب شيء مثلا بصير هجوم عليه، مش انه سند كتب مش التعمق بالفكرة يعني نفسها، لا بالشخص، محاربة الشخص وليس الفكرة، او محاربة قائل هاي المقولة وليست المقولة نفسها. انا زنقوني كثير بالوقت يعني كمان شوي بدفعكم مصاري. فانا بدي اشكركم جدا، وحقيقة انا عم بحكي شخصيا انا فخور باللي عم تعملوه. بتمنى
لنا هذا الحكي يتوسع أكثر، هذا الفكر اللي عم تطرحه، الحوار المتمدن، سعيكم ليكون أردننا أردن مدني ديمقراطي نتحاور مع بعض بغض النظر عن الاختلافات، زي ما حكى سالم هذه الفسيفساء الجميلة اللي احنا بنتميز فيها، نرد نرجع نشوفها ونفهم فلسفتها، نجمعها بلوحة، نفهم فلسفتها، يعني هي فلسفة هاي، نتقبل الجميع بآرائهم وباختلافاتهم. بدي أشكرك سند نوار، حسام أبو حمدي وسالم الحمارني، شكرا جزيلا، نشكركم، نشكر الرؤية، تسلم كلكم، شكرا جزيلا لكم.